بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور احمد نجا، مدرس جراحه اوعيه دمويه بكليه الطب جامعه اسكندريه. كنت عايز اكلمكم سريعا عن يعني ايه اشعه بالصبغه على الشرايين. كتير بنروح لدكتور الاوعيه الدمويه ويطلب مننا ان احنا نعمل اشعه على الشرايين بالصبغه، ودي لوحدها بتخوفنا شويه، لان كلمه الصبغه بتثير قلقنا. هي عباره عن اشعه مقطعيه سي تي، بتتعمل عادة في مركز أشعة. قبلها بتعمل أشعة، قبلها بتعمل تحليل وظائف الكلى، بتأكد إن وظائف الكلى كويسة، ولو كله تمام بتخش تعمل الأشعة. الأشعة بتعمل غير بينج، بتحط كانيولا في إيدك وبتاخد صبغة خلال الكانيولا دي. الصبغة دي بتلف في الجسم كله، وفي وقت معين لما بتوصل عند الشرايين بتاعت الرجلين مثلا، فالسي تي بتصورها، بالتالي هي بترسم صورة خريطة دقيقة جدا لأي حتة فيها اتساع أو أي حتة فيها ضيق في شرايين رجلك. وبالتالي ممكن إحنا كجراحين نعرف ناخد قرار إن السادة الشرايين اللي موجود عندك ده يتعالج بدواء، يتعالج بقسطرة، يتعالج بجراحة، ولا يتعالج بإيه. بس